وفد طبي بالتعاون مع منظمة ميد جلوبال، وفد طبي خارجي. الوفد في أطباء جراحة عامة اختصاصيين بالجراحة بالتنظير، إضافة لطبيب تجميل، إضافة لأطباء بالعناية المركزة، إضافة لطبيب إسعاف، طبيبة نفسية، كادر تمريضي. الزيارة كانت كثير مفيدة، تم من خلالها تقديم خدمات تدريبات للكادر لاكتساب مهارات جديدة وخبرات جديدة، تم إجراء عمليات جراحية كمان نوعية ومهمة. أنا أصلا من سوريا بس صار لي شيء 40 سنة بأمريكا. العمليات اللي عم نسويها يعني وسط، لأنها خفيفة كتير ولأنها معقدة كتير، لأنه المعقدة بدها أجهزة كتير وبدها عدة مراحل، فغالبا عم يعني نحاول نساعد الأطفال أكثر شيء. فمبارحة سوينا 3 عمليات، يمكن أقل شيء اليوم في 6. سوريا عشان الأوضاع اللي هون، أوضاع الحرب وخاصة بعد الزلزال. أنا اسمي سرين جابر، ممرضة في الطوارئ، جاي من أمريكا، أصلي من فلسطين، وإجيت مع فريق ميد جلوبال على سوريا عشان نعطي عناية وتدريبات للناس اللي في سوريا، وإن شاء الله إنه يصير فرص أكتر إن الناس تيجي هون وتساعدكم ونقدر إنه نعمل الأوضاع هنا أحسن إن شاء الله.